بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن حشرة المن، وليس المن اللي اتذكر في القرآن في قول الله تعالى في سورة البقرة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحشرة المن النهاردة بنتكلم عن الحشرة المن، من أخطر الحشرات اللي موجودة يا جماعة، وهي بتصنف من الحشرات الثاقبة الماصة، اللي هي بتحط الإبرة بتاعتها باختصار شديد في النبات وبتمص العصارة بتاعت النبات، زي البعوض مثلا ما بيتحط فيه على جسم الإنسان وبمص الدم من الإنسان. العصارة في النبات بتعتبر بمثابة الدم للإنسان، بس الدم اسمه بلد، والعصارة النباتية بسموها الساب. ساب يا جماعة، ماشي، ساب يعني عصارة نباتية بالإنجليش، تمام. المن بيعمل القصة دهيت وبيمص العصارة النباتية. الخطورة بتاعته في ان هو بيمص العصارة النباتية، وبمص العصارة النباتية بكمية اكتر من اللي هو من اللي هو بيستهلكه اساسا عشان يعيش، تمام. يعني بياكل اكتر من حجمه، وبالتالي بيحصل طبعا بيحصل اخراج من الحشره دهيت، وان باقي العصاره النباتيه دي بتطلع من جسمه زي على هيئه حاجه بقى سماها زي ما تسماها عرق او حاجه زي كده. انا بحاول اشبهها لك يعني بعيد عن الحاجات المعقده العلميه المعقده قوي دي اللي بتخص الناس المتخصصه، او مش بتخص المزارع ولا بتخصنا كتير يعني. فبيعمل لي حاجة اسمها العفن الهبابي اللي احنا بنشوفوه على كتير، وبيعمل لك كمان ندوة عسلية، والدنيا ما بتبقاش مظبوطة خالص بسبب قصة المن ده هو، تمام. بتكمن خطورة المن زي حاجة المن بتاع الخوخ الأخضر يا جماعة، اللي هو عامل لنا مشاكل في انتقال الفيروسات بتاعة البطاطس بالذات، اللي هي بتزرع في البطاطس الصيفية اللي بتزرع في شهر خلال شهر يناير، تمام. فده من أول الحاجات اللي هو اللي بتنقل لنا الفيروسات، تمام. فالمن خطورته في كده، خطورته في ان هو مترمم على العصارة النباتية وبينقل بعض الامراض وعلى رأسها الفيروسات، وخصوصا المن اللي بيبقى المجنح يا جماعة. المن المجنح ده يعني كارثة الكوارث بحاله، تمام. ولكن كله في الاخر من، تمام. دي الخطورة بتاعت المن. المن في الحرارة العالية ملوش نصيب بصراحة، ملوش نصيب في الحرارة العالية، يعني فوق ال 36 العلماء بيقولوا إن هو ملوش نصيب، هيموت هيموت، أو 37 درجة مئوي هيموت هيموت، مش هيبقى يعيش كويس. طبعا المن بسم الله ما شاء الله، يعني كان عندي أرض كمون في المنيا واتصابت بالمن في البرد، في البرد في شهر واحد يعني، ورانا اللي ما حدش شافه يعني. ما شاء الله، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. المن يا جماعة بتشوف مشكلته ان هو لما بيجي للنبات وبأعداد كتيرة، لان هو طبعا بيعمل أعداد كبيرة، لان هو اساسا من 50 ل 52 جيل في السنة. تخيل بقى، يعني من 50 ل 52 جيل في السنة. الدورة بتاعته من 6 ايام ل 37 يوم على حسب درجة الحرارة وحسب الظروف الملائمة ليه، تمام. بيعمل يا جماعة تشوهات في البراعم، اللي هي البراعم اللي هي الغضة او الغضة، تمام، او الحديثة يعني. الحديثة ليه؟ عشان غضة. طب غضة ليه؟ دايما انا اقول في الفيديوهات بتاعتي يا جماعة بلاش التسميد الازوتي العالي عشان بيعمل غضاضة في النبات. طب معنى غضاضة في النبات يعني ايه؟ يعني النبات يبقى طري، سهل ان هو يخترق باي حشرة كانت، وخصوصا الثاقبة الماصة، تمام. فهو مشكلته لما انت بتزود التسميد الازوتي في اي حاجة، في بطاطس، في طماطم، في اي حاجة، فبتبص تلاقي في غضاضة في الورق بتاع النبات، والنبات اصبح غض، وبالتالي بيسهل مهاجمة الأوراق بتاعته من قبل الحشرات الثاقبة المصة وعلى رأسها الباشمهندس من، تمام؟ طيب، قد طبعا بيمص العصارة بتاعت النبات فبيعمل لي تقزم، ودي بتلاقيها واضحة جدا جدا جدا، تلاقي عند الفلاح كده في الصيف عود ذرة متقزم كده، يروح يبص فيه يلاقي فيه إيه؟ يلاقي فيه من.
المن يا جماعة طبعا ممكن يدمر محاصيل كاملة، محاصيل كاملة يدمرها المن، وللأسف زي ما قلت طبعا مشكلته في ان هو لما بيكون بأعداد كبيرة بيصعب معاه المكافحة، وخصوصا ان المن دايما بتلاقيه على السطح السفلي للأوراق، بتلاقيه على السطح السفلي للأوراق بدايته، بعد كده بتبص تلاقيه ابتدى يعم النبات كله وبيعمل عليه منظر أولا مقزز، ثانيا إن هو خلاص النبات تقزم تقزم، مفيش حل أساسا في القصة دي. تمام، حشرة المن لو اكتشفتها بدري سهلة جدا إنك أنت أساسا تكافحها. تمام، حتى إن أهلنا الطيبين زمان، أصحى الاقي اهلنا الطيبين زمان كانوا، طبعا انا راجل ريفي وايوه يعني انا راجل ريفي، مش متربي يعني في مدينه ولا حاجه، انا متربي في ريف وعندي ارض. تمام، فكنا بنشوف المن، كانوا الاومو او الربسو بتاع زمان مسحوق غسيل، يعني يا جماعه للجماعه اللي هم ما بيفهموش اللغه المصريه، مسحوق غسيل بيحطوه كده في ميه وبرشوا بيه، ما فيش اي ادنى مشكله خالص في ان هو كان يموت المن ده هو. تمام، طيب مع بقى التقدم العلمي والحاجات ده، هو طبعا الجسم الحشرة المني نفسها ضعيف، والكيوتيكل اللي عليها او الطبقة اللي هي على بمثابة الجلد للانسان اللي ضعيف، فبالتالي لما يكون نحط اي صابون بوتاسي او حاجة كان بما ياكل المن وبيعمل له مشاكل فبيموت على طول. تمام، دلوقتي بقى ومع طبعا التقدم العلمي اللي هو اصبح بيجيلنا اجيال رهيبة، طبعا التقدم العلمي في المبيدات، واصبح النهاردة بترش، فلو حشرة ولا اتنين ابتدت تبقى ابتدت تطلع يعني او تنجى من عملية الرش بالمادة ديت، فبالتالي بتجيب يعني بتجيب جيل أسوأ من الجيل اللي قبلها في تحمله للمبيدات. العالم النهاردة يحاول يكافح مكافحة بيولوجية، بمعنى يعني ايه بيولوجي؟ مكافحة بيولوجية يعني حشرة تاكل حشرة يا جماعة. تمام، حشرة تاكل حشرة، فبيجيبوا حاجة بيسموها أسد المن وأبو العيد، ديت حاجات بتتحط بتعداد معين في بالنسبة للزراعات العضوية والحاجات دي اللي مش عايز يستخدم فيها الكيميكال يعني، فبيحط الحاجات ده هي فيها وبتبدأ تاكل المن ده قوت، وبتقضي عليه أول بأول يعني. تمام، ولكن يعني إذا بقى الدنيا بقى برضو من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تحافظ على ان ما يكونش عندك المن، انك انت تتخلص من الحشائش اول باول، انك انت ما تزودش التسميد الازوتي، وتحافظ على مستوى التسميد البوتاسي وتسميد الكالسيوم. كل دي حاجات يا جماعة من الحاجات اللي هي ممكن تحدلي من قصة المن. تمام، إذا بقى وصل ابتديت تشوف حشرات مجنحة، فدي ما فيش حل إلا إنك أنت تبدأ ترش رش كيميائي. المجنح قلت الحشرات المجنحة في المن دي مصيبة سودة، مصيبة مصيبة يعني، أصبحت زي الذبابة البيضة، بتتنقل بسرعة وخطرة جدا جدا جدا. استخدم لها المبيدات اللي موجودة في كل حتة ومتكلم عليها من زمان، ممكن الأكتيليك، الريلدان، السيماسيون، المارشال، الاميدا كلورا برايد، الاستمبرايد، كل الحاجات دي. تمام، الاميدا كلورا برايد مثلا زي اللي في كونفدور او المسبلان، اللي كل الحاجات دي يا جماعه مجرد ما بترش بصراحه، عن تجارب يعني. تمام، في الاكتره برضو عن تجارب يعني، اللي بالنسبه للاميدا كلورا برايد بترش بعد ساعه بتلاقيه زي التفل بتاع الشاي، التفل بتاع الشاي ده بالنسبه للمن يعني في مع المبيدات يعني، فسهل جدا مع المبيدات، ولكن برضو الامور ما تخرجش عن السيطرة يا جماعة، لان لو الامور خرجت عن السيطرة يبقى للاسف الشديد يعني خلاص يعني الدنيا بتبقاش مظبوطة، وقد تحدث العفن الاسود مع الندوة العسلية، بيعملوا لنا طبعا ان هم بيعيقوا عملية التنفس للأوراق، وعملية التبادل الغازي ما بين الثقوب او الثغور اللي في الأوراق،
والغلاف الخارجي، فبالتالي بيعمل حاجات مش مظبوطة بالنسبة للنبات. الفيديو طول شوية بس كان لازم يعني ألم الدنيا شوية ونقول كل حاجة اللي المزارع البسيط يقدر يتعلمها ويعرفها بكل سهولة وبيسر. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.